Wageni walipwa wote, kila mtu tunamwomba achukue nafasi yake. Jambo limeshafika na Maalim Shekhe Abasi kule, tunaomba uchukue nafasi yako. Wazee wote wanaombwa wahudhurie katika uwanja wa hafla. Naibu Mudir, chakula baadaye. Ndugu zangu, mzee ameshaingia, natakiwa mje uwanjani. Walioko pembeni ya haya, fikeni karibu, kuna mabenchi yenu huku, msikae huko pembeni. Munyu haya joni huku. وتقطعت بهم الأسباب
الأحزاب وجعلنا لهم هنالك مهزوم من الأحزاب وجعلنا لهم من يمشي فيه في الناس فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين إن الله اصطفاه عليكم وجعله العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء ولكن لأنهم اجتباه أهداه إلى صراط مستقيم فاجتباه أمره فجعلهم من الصالحين وآتاه الله الملك والحكمة ورفعناه مكانا عليا وقدمناه نبيا وقدمنا لخلقه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث والذي أيدك بنصره وفي المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هم العدو فهذا قاتلهم الله أن يؤفكون كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له خشعة الأبصار ترهقهم ذلة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أليس الله بكافر عبدا ومن أصدق من الله قيلا وينصرك الله نصرا عزيزا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وذلك جزاء الظالمين إنك اليوم لدينا متين أمين ورفعنا لك ذكرك وألقيت عليك محبة مني صفيتك على الناس برسالاتي ولكلامي إني جاعلك للناس إماما إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخذناهم فهم لا يؤمنون ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أولئك الذين كتب الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وقد ذكر في آيات ربه ثم أعرض أسهالنا من المجرمين المنتقمون وجعلنا على قلوبهم أكثر يفقهون وفي آذانهم وقرا تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
الله توفى المسلم وعلمني بالصالحين آمن كان ميتاً فأحييناه واجعلنا له نوراً يمشي به في النار كما نقله في الظلمات وقال فأجوزوني به أتخلفه لنفسي لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مدين أمين وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية قالوا ربنا اغفر علينا صبرا وكفر خلافنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فامتعهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يسسهم سوء وتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم قل امر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض انه كان بي حفيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وما توفيقي الا بالله عليه توكل واليه منيب عداؤنا لا يصل الينا بالنفس ولا بالاسطوان لا قدره لهم عليه سيصل الينا بها من الله وما لهم من نصير وذلك جزاء الظالمين عليهم دائما دمر الله عليهم اولئك الاذلين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ان الله لا يصلح عمل المفسدين وان الله لا يهدي كيد الخائنين وان الله لا يضيع اجر المحسنين فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ان الله يدافع عن الذين امنوا يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الله حفيظ عليهم تولى لهم وحسن مآب وهم من فزع يومئذ امنون اولئك لهم الامن وهم مهتدون اولئك الذين نادى الله فبهداه مقتده فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وجعلنا لهم لسان صدق عليا ولقد اهتدناهم على علم على العالمين واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وآويناهما إلى ردوة ذات قرار ومعين وإن جندنا لهم الغالبون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلا قيلا سلاما وينقلب إلى أهله مسرورا أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطان لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بها من النار وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وخلقناهم كل أمة لتريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة تشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقتدرا إن الله كان على كل شيء حسيبا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنجى البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطان لا قدرة لهم ولا يسرسوا إلينا بها فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وجعلنا لمهلكهم موعدا ولن تفلحوا إذا أبدا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إن هؤلاء سخروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وخسر هنالك المبصرون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل هم أضل أولئك هم الغافلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطان لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأرض وقال القول عليهم إن ظلموا فهم لا يخلقون وذلك جزاء الظالمين والله أكثر مما كذبوا والذي أيدك بنصره وجنوده
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ورضوا به كيما جعلناهم الاخرين ان ربي على صراط مستقيم والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قائنا دعنا الأولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك سجوا منا الله يا الله يا الله يا مجل قاسر يا مطر والمشركون أدبروا علينا إذا أرادوا فتنة بينا وقد تتعجمهم علينا تبقى الأحاديث التي روينا فارجهم اللهم خاسرين يا حبينا إنا دعوناك استجب علينا
ومده لا عفو إلا وليه إلا وله أفرد عنا فقد أوتينا إنا نراك صلب رمينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارئ يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار طول لنا الدنيا وطول الدينا إنا دعوناك سلم علينا الله يا الله يا الله يا من القاصد يا الله الله رب العزة السلام والمؤمن المهيمن العلام الرحمة الأعلى الأعز الدار والدين الحق والإسلام أيضا اللهم ناصرينا إنا دعوناك سلم علينا أصحاب الجنة هم
Oh.
Thank you.
katika wakili yetu hii ni azetu ziende kwa kwa wilaya kwa hivyo na matatizo huko mshutu huko kuna mgodo huko Yesu Mungu wafanyie wepesi inshallah. Nadhani kila mtu nikisema hivyo akiangalia sura pale hiyo. Kwa hiyo Yesu Mungu kwa baraka ya dua hizi Yesu Mungu wafanyie wepesi kwenye hilo. Kitendo kinachofuatia sasa hivi nadhani ni cha kupandisha bendera ambayo ndio katika mambo muhimu ambayo yametuleta leo hapa asubuhi hii baada ya tawasuli hii kupata nia zetu kwa ajili ya matatizo yetu na habari zetu hizi. Kitendo kinachofuatia ni cha kupandisha bendera. Sasa kwenye ile bendera pale waliwahi kuja mwaka jana waliona pale. Ukibahatika kuitwa pale na peponi huenda utafika. Ukibahatika kama jina lako litakuwa liko pale, basi mshukuru Mungu kwamba wewe uache mchezo unaweza ukafika peponi. Yasini waniangalia humo soto wa madanabi. Na hadhara hii inawezekana kwa kesho hatuko. Kwa hiyo usipo changamka hapa mzee sijui wafikiria nini. Viazi, ugali, sijui nini vimekukondesha na kutafutia sukari. Oh, holy. Haya. Wa kwanza kabisa ambaye atasimama pale ni mgeni wetu rasmi ambaye ni mzee wetu, shekhe wetu, mlezi wetu na mhubiri Sheikh Ramadhani Mabruk. Mwaka jana hatukuwa naye hapa, tulikuwa na ambaye katika mpongo wa Sheikh Muhammad Ayub ndiye aliyekuwa anaongoza ile shughuli pale. Na leo mzee mwenyewe amekuja. Tumwombee Mungu tuwe naye inshallah makamu. Amin. Amuitikii sasa wazee wanaenda. Tuwe naye makamu inshallah. Amin. Eh. Uko kuja kwa naye hapa si mchezo wazee. Atakayefuatia kwenye kitendo kile pale nadhani serikali yetu tunao. Tuna mtendaji wetu wa kata hapa juu ya kwamba na yeye anafanya mwanafunzi, lakini mkubwa wake tunaujua kwamba hata amani yetu hapa inalindwa na yeye. Kule kwa tuko hapa tuna raha. Kule kwa tumetulia vizuri hapa nadhani ni kwa ajili ya dola imekamilika iko vizuri. Kwa hiyo na yeye anatakiwa asimame pale ili walioko pembeni wajue kwamba hadhara hii ni nzito. Aibike jambo. Mzee wangu Ramadhani unaomba na wewe uwe pale. Sikukuandika jina hapa huko kuchelewa kwenu haki noki. Wewe amani niombe lile jambo ni shaka Mungu wako kila wakati. Haya. Kiutaratibu nadhani ni ku simama kwa ajili ya hii. Hebu tu hapo tungae kwanza. Na habari ha Ah!
kulipokucha maswahaba walikuwa wajipishapisha mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja apewe nafasi, kila mmoja anadhania kwenda nafasi hiyo aliyoipata yeye. Kulipokucha tena Ali karramallahu wajhahu alikuwa ni mgonjwa, ana macho kiasi ambacho hawezi hata kuona, macho yanayomuuma. Mtume sallallahu akamwita tena Ali akamkabidhi bendera ile, wakati yeye hata kuona hawa. Akatema mate kwenye macho ya Sayyidina Ali pale pale, anazia macho yake akaondoka. Kiza kia macho ikaondoka, akatoka Sayyidina Ali na kundi la Waislamu iliongoza chini ya bendera iliyokabidhiwa ni Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunapata faida mbili, faida ya kujua umuhimu na faida na kwa nini na shehe zetu watuwasisishie wakati kila tunataka kufanya mambo yetu, basi tutangulie kupandisha bendera. Haionyeshi kwamba ni dola, kwamba kila dola ina bendera. Hii sio maana yake. Maana yake ni bendera ya kufungua na kupandisha na kuasisisha shughuli za kidini ambazo ndani zina ihtimam na kukumbatiwa. Sayyidina Ali akatoka baada ya kuweza kufanikiwa dawa hii aliyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wendani tunataka kuona fadhila za Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani ashabi rasulillah walivyoweza kufaulu kuifaulu dunia na kufaulu akhera. Kwani ilikuwa kila matatizo yanayowakabili Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha utukufu wake, azaya zake na kumtegemezea huyo aliyekuwa na tatizo ili atatizo likakabiliwa. Kwa hiyo mwenzangu, bendera hii tunayoipandisha kuna baadhi ya mahali inaumizwa. Bendera hii yetu kawaida tunapotoka kule na kuhatua moto kupandishwa bendera, nini maana yake? Nini faida yake? Maana yake makubwa kwa polisi kwa sababu mabadiliko kwamba yeye aliweza kufikiri akaasisishi jambo hili alafu atatukabidhi sisi, basi inatosha hapo hapo kwa wajibu. Ni hoja, lakini hoja zaidi kwamba hii ni ishara na dhafara ufaulu wa Uislamu. Na Uislamu utafaulu na utazidi kufaulu na hautarudi nyuma, hasa tukiuzingatia unaenda kwa nyenzo zote zile ambazo alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa moja ni hili ambalo tunalifanya. Kwa hiyo leo tunaanza shughuli zetu hizi, tunaanza kwa kuwasuli, na hakuna nafasi ya kwamba kuna maneno makubwa yanayosemwa, kwani kuna nafasi ya kupongeza za maneno. Hii ni tarkul ada adawa asma chochote, lakini hasa nafasi za kusema na ya kusema, inshallah tuanzie kwenye samai kipindi cha kipindi cha aulia na kipindi cha kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wakati huu tutosheke na tunayoyafanya, isipange ile kwamba tutakuwa na darasa kubwa hapa. Kuna darasa kwa darasa zitaongozana inshallah kwa mwezi huu siku na wote na wakesho mashehe mbalimbali ambao tumejipanga kutoka darasa hadi kusikika. Kwa hiyo machache niseme watu wa Allah ambao wa Allah, wassalamu alaykum.